أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على دور المملكة العربية السعودية الشقيقة في تحقيق الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ودعم جهود التنمية والاستثمار فيها والذي يعود نفعه على الجميع، مشيدا سموه بما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات وروابط متينة ومتطلعا دائما نحو تعزيزها في شتى القطاعات في ظل اهتمام ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى وأخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة معالي السيد عادل بن أحمد الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة مشاركته في أعمال منتدى حوار المنام 14، حيث نوه سموه بحرص الشقيقة الكبرى بالحضور والمشاركة في أعمال هذا المنتدى والذي يساهم بشكل كبير في نجاحه في ضوء ما تحوزه المملكة من مكانة وثقل عالمي ودورها البارز في دعم قضايا الأمن والسلام والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي. وخلال اللقاء تناول سموه حفظه الله مع وزير خارجية السعودية أهم الموضوعات على المستويين الإقليمي والدولي والمواضيع ذات الاهتمام المشترك وأهم المحاور التي يتطرق لها منتدى حوار المنامة. من جانبه أعرب معالي السيد عادل الجبير عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بما يبديه من اهتمام متواصل بدعم العلاقات الأخوية البحرينية السعودية، مؤكدا على أهمية مثل هذه الملتقيات لتبادل الأفكار والرؤى لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة.